طيب هالسؤال مو بس يهمني انا، يهم الكثير منا، ان الطعام اللي تقدمونه لنا مو مثل شكل الطعام في الاعلانات، ايش السبب؟ شيء صحيح، احنا بنسمع دائما عن الخدع في التصوير، عن الفوتوشوب، عن كثير اشياء، اشياء تجميليه كمان بتضيف للاشياء. احنا لما بنحضر الطعام لهدف تصويره بناخذ فتره طويله كثير من الزمن لنحضره ونهيئه ونحط عليها المكونات ليطلع بالطريقه هاي.